الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الإخوة والمشايخ من قبلي جزاهم الله خير وبارك الله فيهم، وكذلك الأخ شيخ سفيان مسؤول الدعوة والإرشاد الشؤون الدينية، نسأل ربنا سبحانه وتعالى يوفقه، وكذلك جميع الآباء الحضور والإخوة الحاضرين، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم أجمعين. الكلام عن حق الله على العباد، وحق الله على العباد حاجة واحدة بس يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. بس إذا أديت الحق ده عليك، ربنا وعدك إنه ما يعذبك أبدا، لا في الدنيا ولا بتدخل النار في الآخرة، وإنما تدخل الجنة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، كل ذنوب ومعاصي حق الزول واحد، بس قدر الواطة كل ذنوب حق الزول واحد، لكن ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كل ذنوب دي ربنا يغفر لك ويبدل لك حسنات. ده كله يا جماعة فضل التوحيد، والإنسان يكون عقيدته في الله براو، ما يكون عقيدته في قبر، ولا يكون عقيدته في قبة، ولا يكون بيعتقد لي في شيخ إنه بينفع أو بضر أو بينزل المطر، ده كله باطل. إذا الإنسان بقد عقيدته سليمة بيدخل الجنة، بيدخل الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام حكى لنا قصة رجل يوم القيامة، بينادوه رجل واحد، بينادوه قدام الخلائق كلهم، بيجي طالع. أول ما يجي طالع ربنا بينشر له 99 سجل من السجلات، يعني زي الليلة عندكم عشان نمثل بس للتقريب، يعني زي الكراس، لكن الكراس الواحد من هنا من قدامه قدام رجلينه لحد آخر حتة يشوفها، ده الكراس الواحد، وهي 99 واحد، كلها السجلات دي مكتوب فيها الذنوب والمعاصي والمخالفات حقت الرجل ده، براو براو. بس شوف الذنوب دي كثيرة كيف، والزول ده عمل معاصي كثيرة كيف. ربنا يسأله ويقول له: يا عبدي هل لك عندنا حسنة؟ أنت عندك الليلة حسنة؟ يقول: لا. ذاته ما مذكر له حاجة خير سواها ذاته. فيقال له: بلى إن لك عندنا حسنة. يطلع له بطاقة، بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. يعني الرجل ده كان شنو يا جماعة؟ مع الذنوب الكثيرة دي ما أشرك بالله، ما دعا له شيخ، ولا توكل عليه غير الله، ولا لبس له حجاب، ولا علق له كمون، ولا حلف بالشيخ، ولا دعا الميتين. كان كده الرجل ده، صح عامل ذنوب، لكن الشرك والكفر ده ما سواه. فيقول: يا رب، وما تفعل هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ بطاقة صغيرة قصاد السجلات دي كلها، بيسوي شنو؟ ما بيسوي حاجة. فيقول الله: إنك لن تظلم اليوم عندنا أبدا، أنت لا ما حتظلم. فيجيب الميزان، الميزان عنده كفتين بجاي وبجاي، فيضع الذنوب والمعاصي الكثيرة في السجلات دي كلها في كفة واحدة من الميزان، ويخط البطاقة اللي فيها التوحيد لا إله إلا الله في الكفة الثانية من الميزان بجاي.
فتسقل البطاقة تبقى أدقل من السجلات كلها وأعظم منها كلها، فيغفر للرجل ويدخل الجنة. ده نحن اللي بندعو له والناس يا جماعة، ده الشيء اللي بيصلحك في الآخرة وبنجيك من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وده الشيء اللي بيصلحك هنا في الدنيا هنا بس، الليلة السياسيين والأخبار واجتماعات والاقتصاد والسودان والبنزين غلى والدولار غلى وغيره وغيره وغيره، والجوطة اللي انتم سامعينها دي ومظاهرات وحرق لساتك، ده كله حل بسيط جدا، لكن الناس ما دار يسووا الحل. شايفين العلاج هو ده، وشايفين الدواء ما دار يتناولوا ولا دار يشربوا، بيمشوا لغيره. عشان كده كل ما يعملوا لهم حاجة مشاكل وحريق وكسير بيغتسوا زيادة وأمورهم بتتسجم زيادة. ليه؟ لأنه ده الدواء بسيط، بس الناس توحد الله بس، ولا في موضوع تاني، ولا دار الاجتماع ولا دار الأخبار تسعة ولا دار الراديو ولا دار لأي حاجة، لأنه ربنا وعدنا وعد وعد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، بس لو آمنوا وحدوا الله واتقوا وخلوا الشركيات وعبادة الشيوخ والقبب، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. خلاص انتهى الموضوع، بركات دي قروش وبترول وأكل وشراب ودنيا، وكمان ما من السماء بس، من السماء والأرض برضو، يطالع من الأرض ومن السماء فوق. ده الموضوع كله يا أخوانا. إذا الناس عملوا الموضوع ده والله ما يحتاجوا لأي حاجة تانية. لكن إذا ما وحدوا الله وصلحوا الأمر ده، مهما الناس عملوا مظاهرات وكسير وجوطة، ده بيفوت، ده بيجي واحد أكعب، بيفوت الأكعب بيجي واحد أكعب من الأكعب ذاته. وده حاصل ولا ما حاصل؟ حاصل ولا ما حاصل؟ حاصل. إذا ده ما الحل، الحال الناس توحد الله بس. ده كلام اللي أنا دار أقوله، ونفتح فرصة للأسئلة، لو في سؤال أو استفسار إن شاء الله نجاوب. نعم. طبعاً زي ما ذكر اليوم، هو البلد طبعاً منتشر فيها السحر والدجل. الشيء الثاني، من يموت بني آدم زي ما بيقولوا العزاء مراسم الدفن. أريد أن توضح كيفية العزاء. أخونا جزاه الله خير بيسأل من السحر ومن كيفية العزاء. السحر زي ما تفضل الشيخ نورين كفر بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال وما يعلمان من أحد، ربنا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالعلماء قالوا الآيات دي كلها دليل على إنه اللي بيتعلم السحر كافر، واللي بيمشي للساحر عشان يعمل له عمل يضر به زول، ده ربنا قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما عنده نصيب يوم القيامة ولا عنده ثواب ذاته. ده موضوع خطير. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من سحر، من سحر أو سحر له. اللي بيعمل سحر هو ذات الفكي، أو واحدين يسموه الفقير أو يسموه الفكي، اللي هو اللي بيفتح الكتاب وبيوريك بكرة بيحصل شنو، وكذاب ذاته، وذاته ما عارف بكرة بيحصل شنو. هو لو عارف بكرة بيحصل شنو ما كانت حشر قاعد في المحلة. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال ده ما من أمتي، هو ذاته ما من أمتي، واللي بيمشي له برضه ما من أمتي، ليس منا من سحر أو سحر له برضه ما من أمتي. فما في وعيد يا جماعة أشد من الوعيد ده إطلاقا. الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرى من الساحر ومن الناس اللي بيمشوا للسحرة. والساحر الليلة هنا في السودان ما بقول لك أنا اسمي ساحر، لو قال لك كده ما بزول بيمشي له، ويقول لك إحنا أولياء الله الصالحين. الساحر ذاته بغشك، بقول لك لا نحن أولياء الله الصالحين، ونحن الفقراء، ونحن شيوخ الطرق، ونحن دير هم السحرة ذاتهم.
مش بيفتح الكتاب، مش بيكتب بخرات، ده الساحر ذاته، مش بيكتب محايات، ده الساحر ذاته، وبيعمل حجبات، ده هو الساحر ذاته يا اخوانا، ده هو الساحر ذاته. النزل فيه القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عنه. كذلك تضر أخوك يا أخي، تضره عشان أنت حاسده ربنا فتح له مال في تجارة ولا زراعة ولا ذهب ولا غيره، أنت ما تسأل الله الأداو الله أنت برضو بيدي. ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فاسأل الله، الله بيديك باب الله واسع. أما موضوع العزاء الصحيح أنه يدفن الإنسان، الاجتماع في للميت يكون قبل الدفن يا جماعة، اللي هو اجتماع لغسله وتكفينه وحفر القبر ودفنه والصلاة، الصلاة عليه ودفنه. أما الدفن وصلينا عليه والدفن تاني ما في اجتماع. الصحابة قالوا كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، والنياحة من الكبائر يا جماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. فخلاص دفنت وصليت، خلاص أديت الواجب. أنت ما أدركت الكلام ده كله، ممكن تجي لأهل الميت تقول لهم أحسن الله عزاكم البركة فيكم وتفوت. أما الناس يكونوا قاعدين وعاملين محل عزة، وديك بيغادي بيتكلموا على الكورة، وديك بهنا بيتونسوا في السياسة، وديك بهناك بيتكلموا في يقطعوا في الناس، وبالله يجيب الشاي وكوب جبن وزيد السكر والفطور مدور والغدا مدور، لحد ما بيجي يعمل له كشف عديل، لأنه بقت الميزانية مقدودة، بيعملوا كشف عشان يأكلوا الناس الملمومين قاعدين يومين وثلاثة وأربعة وعشرة يوم واحدين يكونوا قاعدين، واحدين بيجوا بقى أولادهم كمان. حصل ولا ما حصل؟ وده بقى ميتة وخراب ديار زي ما قالوا. فخلاص عزيت أحسن الله عزاكم فوت، انتهى الموضوع ده. وادعوا له بعدك بعد ما تمشي في سجودك في الصلاة في الثلث الأخير من الليل، تدعو للميت. الزول المخلص هو اللي بيدعو للميت بدون ما زول يعرفه. أما قدام الناس يعمل فيها بيدعو له وكذي، هو تلقى ولا قرى حاجة ولا دعا حاجة، ده ما كله ما صحيح ومن البدع. نعم تفضل. في موضوع السحر ده مثلا يا شيخنا، أنا مشيت للزول اللي بيعمل السحر ده عشان يعمل لي عمل لزول مثلا ألعب مني أشطر مني أي حاجة، درجة تأثير العمل في الزول اللي أنا عملت فيه السحر ده مثلا، وأكيد هل في تأثير ولو في درجة التأثير بتاعتي؟ نعم في تأثير يا جماعة. السحر أصلا هو عبارة عن ما خفي ولطف سببه، ده في اللغة. أما في الشرع عقد وتعوذات ينفس فيها الساحر فتصيب المسحور بالمرض أو الجنون أو الموت، أو تفرق بين الرجل وزوجته. ربنا قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لكن ربنا قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فبيأثر يؤدي للجنون، مرة تزول جن عملوا له سحر جن وقد يموت، يمرض يموت. ولما انسحروا النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة رضي الله عنها قالت كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي. وده إذا كان أثر تأثيره أثر على الرسول عليه الصلاة والسلام، معناته تاني ممكن يأثر على أي زول. لكن يا جماعة شدة التأثير وقلته بيختلف حسب نوع السحر وحسب إيمان الإنسان المسحور ذاته. إذا كان إيمانه قوي فالتأثير بيكون شنو يا جماعة؟ أخف. وإذا كان كمان بيذكر الله كثير طوال، بيذكر ربنا، والذكر ما هو النوبة والنطيط، ده ما ذكر، ده رقيق ساكت، ده ما عنده علاقة بالدين. أنا بتكلم عن ذكر الله اللي كان بيذكر النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
وكذا، والأذكار اللي أنتم بتعرفوا أستغفر الله وأتوب إليه وغيره من الأذكار. فالزول إذا كان بيذكر ربنا كثير مهما عمل له سحر ما بيأثر عليه ذاته كثير، أو قد ما يأثر عليه أصلا، لأنه في الحديث الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر ابن آدم الله خنس الشيطان، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس له الشيطان. فالزول إذا بيذكر ربنا كثير وبيقرأ القرآن وبرقي لنفسه بروح السحر، بروح. وأنا أنبه كمان الواحد ما يكون معمول له سحر ويمشي للفوكية، لأنه هم ذاتهم سووا السحر. ولا كمان الجماعة اللي بيقول لك نحن في ناس تانين ما فوكية، لكن يقول لك افتح لك مركز يعلق يافطة، ديل الأيامات دي يعني انتشروا، لأنه بيقوا في عطالة وما في شغل وما لاقي له إغامة يمشي السعودية وما لاقي له وظيفة، طوالي يعلق يافطة مركز الرضوان للعلاج بالقرآن واستخراج الشيطان. الجلسة الخاصة ب5 مليون، والجلسة العامة ب2.5 مليون، الصوشن والمصحف كله ب300 جنيه. فده كله باطل يا جماعة، ما عنده علاقة بالدين، ده زون نصاب ودار ياكل قروشك بس. الرقية سهلة، ما إلا شيخ فلان داك وشيخ علان، انت براك لو قريت سورة الفاتحة دي رقية، ويسمى الشافية، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تقرأ بإخلاص بنية خالصة الله بيشفيك، الموضوع انتهى. ما موضوع صعب يا جماعة، الفاتحة دي بيزول محافظة، الموضوع ما صعب. اسمها الشافية سورة الفاتحة، اسمها واسمها الكافية. والصحابي رغى بها لسيد القبيلة لما عضته عقرب ولا دبيب، رغى له الفاتحة دي بس، ما زاد منها أي صورة ثانية، بس بيقرأ وبيطفل طف، بيقرأ وبيطفل طف. قال فقام زعيم القبيلة اللي ضغطه عقرب ده كأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوط طق فكه، قام طوالي ولا فصد لهم حل العقرب ذاته، قام طوالي مشى بس الفاتحة. الرسول عليه الصلاة والسلام برضو لضغطه عقرب فجاب موية، موية العادية دي بملح، وبقى يكبها في محل اللدغة ويمسح ويقرأ بسورة الكافرون طوالي قام فات. الناس عندهم إيمان، ما إلا تمشي لزول يغشك يقول لك في 13 شيطان قاعد جواك، صهوش نزات ومرق واحد وفضل 11.5، كذاب ساكت دار يوهمك، بيعمل لك يقول لك في شياطين كتار. ليه؟ لأنه الجلسة ب5 مليون مثلا، لما يقول لك في 13 شيطان يقول لك الليلة مرق واحد ب5 مليون، يعني فضل 12 في 5 بكم؟ 60 زائد 5 الأولى الجبيل 65 مليون، دي اللي تحول له بنكة. فده ناس مجارمة وناس مستهبلين، ما تمشي لهم دي ذاته، ما تمشي لهم. قال لك أنا شنو ولا أنا تابع لأنصار شنو ولا غيره، برضو ده ذاته دجل من نوع تاني يا جماعة، وراكبين بيع عربات، هي رغية ولا شنو هي؟ ده كله ما صح يا أخي. لو ما بتعرف تقرأ قرآن ذاته قلت يا رب يا الله يا شافي أشفيني، دي رغية كافية وشافية، ما بيحتاج ذاته كلام كثير. لكن هم بيطولوا لك الموضوع، بيوهموك عشان تجيو تاني وتجيو تالت وتجيو رابع. وكمان أقول لك، أنت عارف السحر ده شكله معمول في البيت كله، ما أنت واحد ب5، هو البيت كله ده كيف حيكون بكم؟ تجيب له البنات أوعك تجيب بيت لي شيخ، والله أنا أكلمك أوعك تجيب لك بيت لي شيخ بيورتك ورطة عمرك ما تنسى، لما تخش التراب ما تنسى إطلاقا. دول ميرضى قرليت يا أخي، ما هو ده المصحف قاعد في البيت، مصحف ذاته مجانا اقرا لي وخلاص انتهى الموضوع. نعم اي نعم تفضل. ولما انت حددتني تتكلموا في التوحيد، والسؤال الثاني هل القطيعه تجوز في من يجوز في القطيعه؟ هل في ناس يجوز فيهم يتكلموا في هذا؟ التوحيد لبتين تتكلموا فيه، نتكلم فيه الى ما لا نهايه، حتى لو الناس وحدوا ذاته برضو يتكلموا في التوحيد عشان ما يشركوا بالله. في موحد أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في أخوان إطلاقا، ما في ولا في زيه ذاته، خليه أحسن زي الرسول عليه الصلاة والسلام ما في. رغم ده كله ربنا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يعني يا محمد لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني ما في كلام بعد الآية دي، الآية دي للرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن من باب أولى وأحرى. ربنا يقول له أنت إذا أشركت يا محمد عملك كله حابط. كيف تاني زول يتجرى يقول له ما تكلمونا بالشرك، ما تكلمونا بالتوحيد، نحن بنصلي في الجامع بنقول لا إله إلا الله، نمشي الحج ونصوم رمضان، برضه ما أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، القطيعة تجوز في الغيبة؟ حرام ومن الكبائر. أما دعاة الضلال زي السحرة والفكية واجب إنك تجي تكشفهم للناس. إذا في دجال أو ساحر في المنطقة تكون متأكد، لكن ما تكون شاكي، تكون متأكد تحذر الناس منه. لأن جماعة وجود الدجالين والمشعوذين في أي منطقة بيدمروا الدين بتاع الحتة المنطقة وبيدمروا الدنيا ذاتها. دي الناس شوم وناس مرض، ومرض معدي بيأثر على المنطقة كلها بالمناسبة. حتى العلماء قالوا إذا في ساحر أو دجال في منطقة كمان الأخلاق ذاتها بتتدمر، فانتبهوا للمسألة دي، ما تخلوه. لو في أي زول حتى لو في أي اتجاه آخر غير هنا تبلغوا عنه طوال الشرطة، دجال ومشعوذين يمسكوا من أضان وجروا ودوا. دي الناس مفسدين أفسد من الحرامية بالمناسبة. يعني كونه يكون في حرام يبتلف في البيوت ده مش كعب. الدجال والمشعوذ أكعب من اللص وأكعب من الحرامي وأكعب من بتاع الخمرة وأكعب من بتاع البنجو. أكعب زول في أي منطقة هو الدجال ده والساحر، لأنه ده بيفرق بين الأسر وبين الرجل وزوجته، وبيشتت البيوت وبيهدم الأسر، بيقروشك انت ذاتك. فده زول خطر، ده أخطر زول في المنطقة، حق الناس في أي منطقة يعني الناس يحاربوا كله ما يخلوا أبدا. المنهج الجديد، سؤالي متى يخرج الإنسان عن الحال؟ نعم، المنهج الجديد ده وضعه القراي وده ذو الجمهوري طبعا، وبيقول كلام خطير جدا. أبو لهب ذاته ما حصل كلامه اللي بيقوله ده. أبو لهب ذاته ربنا قال عنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، ده ذاته الضلال بتاعه ما زي ضلال القراي ده أبدا. يا أخي ده واضع منهج دراسي للناس المدارس، وجايب صورة بتاعت واحد مايكل أنجلو ولا شنو، صورتين قالوا دي صورة الله ودي صورة آدم عليه السلام. هذا ده زول أعوذ بالله منه يا أخي، نسأل الله ينتقم منه عاجلا غير آجل. ومن هنا الناس يدعوا عليه يا جماعة، هو ما حاكم أصلا، هو مدير بتاع منهج موظف يعني، فادعوا عليه ربنا سبحانه وتعالى يدمره. لأنه أصلاً دجال بلد دي هدفه أنه يدمر الإسلام ويدمر القرآن. الناس الرسلوا من برا مفرغينه للشغلة دي، فما دينه هدف أنه يدمر الإسلام ويدمر القرآن. فأدعو عليه أنه بلسانه قال ما ممكن ندرس أشوف على صورة الزلزلة. قال لأنه الزلزلة دي فيها كسير وفيها زلازل، بيستهتر ويستخف بكلام ربنا سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما السؤال الثاني موضع الخروج على الحاكم، تخرج على الحاكم ده ما حاكم، على الحاكم إذا كان كافر كفر شنو بواح عندكم فيه من الله برهان، الحاكم ذاته يعني. بعد ذاك ما بتخرج إلا إذا كان عندك قوة وسلاح وعتاد يكون أقوى من الحاكم ياتو الكافر. بعد ما يكفر كفري بواح عندكم فيه من الله برهان، بعد ذاك ثلاثة يكون عندك حاكم صالح تقدر تنصبه عشان ما يفوت واحد، يجي واحد أكعب منه كمان كان أخير يكون ذاك. فده ده كده الحاصل. ناس ما زي سوريا، ما زي اليمن، ما زي غيره، الآن بلدهم كلها شنو يا جماعة اتدمرت بخروجهم ده الخاطئ
البلد كلها اتدمرت. فالإنسان كمان إذا لقى في مفسدة ومفسدة أكبر منها ومفسدة أقل، مفسدتين، واحدة أقل واحدة أكبر، يعني زي مصيبتين، مصيبة كبيرة ومصيبة شنو؟ صغيرة. ولا بد يعمل مصيبة واحدة فيهم، يعمل ياتا يعمل الصغيرة. فعشان كده أمرنا بالصبر على ظلم الحكام وجبروت الحكام، تصبر إلا أن ترى كفرا بواحا ويكون عندك قوة بعد ذلك. نعم فضل الله. بس وصية للشباب يعني اليومين دل في الموضوعي الهدي، طول الليل الشباب بيساهروا واتسابات وناي يعني بيعطلهم عن صلاة الصبح، في ناس أصلوا الصلاة ذات وما يجوا يعني كل منشغلين شديد في الشراء. بس وصية كده للشباب إن شاء الله. أول حاجة يا جماعة، صلاة الصبح الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله، يعني في حفظ الله ورعايته. والصلاة من أعظم أسباب الرزق. الناس جارين الذهب، واحدين جارين ماشيين السعودية، واحد ده كله من طلب للرزق، صح؟ الصلاة دي من أعظم أسباب الرزق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال المحافظ على الصلاة إن عاش كفي ورزق وإن مات دخل الجنة، صح ولا؟ الألباني في صحيح الترغيب. فالبيحافظ على الصلاة لكن محافظة بإخلاص، ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه وبيسر له أمره. فكون الإنسان يضيع صلاة الصبح أو العشاء أو كده في الموبايلات والدخول في الفيسبوك وغيره، ده حرام ما بيجوز. على الإنسان أن يستخدمه في شنو يا جماعة؟ في الخير. يعني الموبايل يستخدمه في الخير، الحاجة اللي فيها خير، بس تسمع محاضرة، تسمع قرآن، أو عندك بها شغل بتاع علم بتاع دنيا، تقرأ في الجامعة، عندك مراجع تنزلها عشان تقرأ أو إلى آخره، حاجة نافعة كان في الدين ولا الدنيا. لكن كمان أكعب من ذا الناس اللي بيخشوا المواقع شنو؟ الإباحية والمسلسلات والأفلام بتاعت الصعاليق وغيرها، دي كلها محرمة. وربنا بيسألنا من عيوننا دي يا جماعة يوم القيامة، وبيسألك كذلك من ما كسبت يداك، وبيسألك من الوقت اللي بتضيعه فيها. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزول قدم عبد من عند ربه عز وجل يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعما عمل فيما علم. فانتبهوا يا جماعة. ثم أنت كأب في الأسرة، كل الآباء، الله بيسألك من أولادك وبناتك. لا يمكن تدي بيت موبايل كبير زي ده وانت لا بتراغبها ولا فهم الحاصل، وهي في سن بتاع مراهقة 15 سنة و 18 سنة و 13 سنة، تكون الليل كله بتطبس، دي مشكلة. والشدة في زي ما فيه خير فيه مصائب كبيرة جدا، يمكن يتواصل معاه راجل، يمكن يتواصل معاه ولد وانت ما جايب خبر. عشان كده يا جماعة الإنسان ينتبه ويتذكر المسؤولية ربنا بيسأل عنا يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته حفظ أم ضيع. نعم. أيوة. بعض القبور بتلقى الناس يحطوا سعف، هذا الشيء في السنة وارد ولا شيء من عندنا؟ سعف ولا جريد؟ هنا بتقولوا له جريد. طيب اصلا يا جماعه القصه انه النبي عليه الصلاه والسلام لقى له قبرين، فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى انه كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمه بين الناس، واما الثاني فكان لا يستنزه من البول. فشلوا جريدة نخل كسر نص أو شق نصين، خدتها في القبر ده واحد وفي القبر داك واحد، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. التصرف ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما يجوز لي أنا ولا أي واحد فيكم يسويه. لسبب إن الرسول عليه الصلاة والسلام علم، لأنه بيوحى له، نحن ما بيوحى لنا، لا أنا لا أنتم، علم أنه صاحب القبر ده بيعذب لأنه كان بيسوي
وصاحب القبر الثاني بيعذب لأنه كان بيسوي بس. لكن أنا وإنت ما نعلم عشان أي قبر دفناه ونقوم نغز فيه شنو جريدات، لو غزينا فيه نخلة كاملة ما بينفع بحاجة، لأنه أول حاجة إنت ما تعلم إنه بيعذب ولا ما بيعذب. الرسول علم إنه ده بيعذب وده بيعذب ونحن ما بنعلم، يبقى ده خاص التصرف ده بالرسول عليه الصلاة والسلام. الدليل تاني على الخصوصية إنه ما في واحد من الصحابة لا أبو بكر الصديق بعد ما توفى النبي عليه الصلاة والسلام، لا عمر لا عثمان لا علي لا أبو هريرة لا غيرهم رضي الله عنهم، ما كل قبر يمشي يجيبوا جريدة بتاعت نخلة ويغزوها، ما حصل. ليه ما عملوا؟ لأنهم علموا إنه ده كان خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ليه خاص؟ لأن الرسول هو الوحيد اللي بيوحليه الوحي بيوريه إنه هنا حاصل وهنا ما حاصل، أما نحن ما عارفين. نعم. ثم إنه الناس بيفهموا إنه جريدة النخل لما تغزها هي اللي بتعمل له شنو؟ تخفف له العذاب، وده شرك بالله بالمناسبة. ده أخطر من بدعة الجريد نفسها. الاعتقاد إنه الجريد النخل ده لما نغزه بيخفف له هو، ده شرك بالله يا جماعة. ده أخطر من مجرد البدعة ذاتها بتاعت الجريد. عشان كده الناس يخلوا الحاجة دي، داير الله يخفف له، الله يدخله الجنة ادعوا له. اتفق العلماء كلهم إنه ما في شيء بينفع الميت زي الدعاء له، ما في شيء بينفع الميت، مجدر تنفع الميت حقك، ما في شيء بينفع زي الدعاء له يا إخوان. أما ده كله ما صحيح. وبعدين كمان يمشوا يقول لك الرحمتات، مش كده؟ آخر خميس في رمضان، آخر خميس في رمضان يشيلوا بلح وبليلة يمشوا وعصير يكشحوا فوق القبر، هو بيأكل هو صايم معانا عشان تدوا بلح، وما تنقطع عمله إلا من ثلاث. ده ما صحيح، كله ما صحيح. وبعدين حرام النعمة ذاتها تجديها فوق التراب، ذاته كمان حرام تاني، ما صح. أديها للمساكين وقول لهم ادعوا لي للميتة، كده بيمشي له البلح الشتت ده ذاته والبليلة. شوف لك ناس مساكين أو أسرة مسكينة أدي لهم قول لهم يا أخ بس داير منكم طلب واحد، أدعوا لي لأبوي المادة بس، أدعوا له قولوا حاج فلان الله يرحمه ويغفر له ويدخله الجنة. ده الطريق الصحيح، لكن الشيطان بغشنا غشانا، بدل ما نديه أكل المسكين يقول لك كبه فوق التراب، لا مسكين لما فيه عرفته والكلب يبول فيه ذاته. نعم. بارك الله فيك جزاك الله خير. أولا قبل سؤال، أنا أعرف أنه في بلادنا الأوسط الإعلام ضعيف، يعني أي بيت والله بيعرف مزمن فقيري وبيحب طريقتك وكده، يعني سألة الإعلام لو كان مكثفة كده وبتاع مسجد ده والميادين كل ما كان شال الناس، نحن نتمنى أنك تعود في بلادنا ده تاني وتاني وتاني وتاني. إن شاء الله. جزاك الله خير بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني أنت كنت سببا لأحد المناهل بتاع القرآن كفن الله وشابه. لو كان نزل أو نزل شيء هناي لدا، نحن كآباء آباء واجبنا شنو تجاه الطلبة دار يقروا أشياء المخالفة ده، نحن كآباء يعني. ده سؤال طيب يا جماعة، جزاك الله خير. كآباء وكذلك كمدرسين برضه وأساتذة في المدارس، لأن المدرسين عندهم واجب عظيم، ينبهوا الطلبة يشيلوا الكتاب بتاع القراءه يفتحوا الصفحات اللي فيها غلط، ما الأساتذة بيعرفوا ده ما مجاله، بالذات إذا زول متفقه في الدين يقول لهم يا جماعة الكلام ده خطأ وده كفر وكده، يعني بدل ما يبقى القراءه دائرة الطلبة يكفروا ويخشوا جهنم، يبقى حملة مضادة ضده. أساتذتنا يوروا الطلبة يقول لهم المنهج ده هنا الصفحة دي كعبة والكلام ده كعب، والرد على الباطل ده كده والرد على الكفر ده كده، ده أفضل أسلوب يا جماعة. أما أسلوب المظاهرات والكسير ده غير ما جاب لنا البلاوي، البلاوي إن إحنا في هذه الجابة شنو غيره، ما بيعمل حاجة يا أخوان. لكن التوعية والتعليم والتبصير للناس هو ده اللي بودينا لقدام إن شاء الله تعالى. وإنتوا كآباء برضو في البيت يكون في ناس متعلمين في الأسر يوروا الطلبة إن في المنهج ده فيه خطأ والحتة دي خطأ والقرآن قال كده والسنة قالت كده كده، سبحان الله بيبقى له خير بالمناسبة، لأن الطالب يكون عرف الباطل وعرف شنو يا جماعة الحق الضد طوالي، ودي أقوى وسيلة. يعني بدل ما هم عملوا المنهج عشان يضيعوا أولادنا، نحن كمان
نعمل حملة مضادة يبقى علم لأولادنا وتحذير لهم للشر. عشان كده حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أنا أسأل عن الشر. ليه؟ مخافة أن يدركني. فنحن نستخدم نفس الأسلوب. نعم. وزي المحاضرات اللي نحن عملناها دي وعملوها بعض الشيوخ المشايخ وكذا وربنا نفع بها. أنت ما تظن إنه التوعية دي سهلة، دي أقوى حاجة بالمناسبة وأكثر حاجة محرقاهم ومغلغلة الشيوعيين والجمهوريين والملاحدة ديل هي التوعية دي. والحمد لله هم ما عندهم نشاط ذات، لا بيقدر يسافروا كثير ولا بيقدر يتحركوا. الحمد لله الدعوة لا منتشرة أكثر من دعوتهم، ما عندهم حاجة ذات. نعم. تفضل. جزاك الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، بارك الله فيكم. الله يكرمك. لي سؤال. تفضل. أنا كنت في عرض أعوذ بالله من غرنا. جاء محمود محمد طه كان عنده محاضرة في نادي العمال. وقت فتحوا باب الأسرى أنا أعوذ بالله من غرنا، أنا كنت ساعة صلاة قلت له عنوان المحاضرة كان الإسلام لا يصلح في رسالته الأولى لرسالة الغرب الشيخ. الإسلام لا يصلح في رسالته الأولى لرسالة القرن العشرين. فتح باب الأصل أنا قمت عملت كذا قال لي مؤمن. قلت له يا أخي أنت قلت كذا 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 كذا. عايزين نعرف رسول الرسالة الثانية هو مناشا الناس يؤمنوا به. هو قال السائل ده قال كان بجسمه قال كان هنا لكن بعقله كان برا. أنا قلت له والله كنت بعقلي بجسمي كنت هنا معك. قلت له من هو رسول الرسالة الثانية؟ قال لي واحد من ابن آدم من بني آدم. قلت له لا هو منو؟ قال لي جاءنا يا انت. سبحان الله. واحد صار قال لي يا صار انت ما بتصلي؟ قال نعم انا ما بصلي. قال لي ليه ما بتصلي؟ قال لاني ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ما بصلي. الرأي ده كان تلميذ محمود على أي أساس الحكومة جاب الرجل ده في كما في أهم الوزارة. نعم. وما هم العلماء في هذا الكلام ده. جزاك الله نافع. جزاك الله خير. محمود محمد طه طبعا حكموا عليه أصلا كل العلماء الوقت ذاك والقضاة والقانون السوداني ذاته حقهم حكموا عليه بالكفر بالله. خلاص ده خلاص على محمود طوالي. نعم. على محمود ذات المفروض كان يمشي ورا محمود هناك يموت في البحر. صح كلامك صح كلامك صح. الله كان يمشي. طيب فمحمود محمد طه زول مرتد زي ما حكموا عليه وبيقول انه الله هو انسان كامل خلاص ده ثاني بعديه وما في كفر يا جماعه وموجود في كتب محمود محمد طه. اما السؤال سأله له لما قال له قال الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. نحن كمان نقول لهم للجمهوريين نحن الآن في القرن الكم؟ 21. إذن رسالة محمود برسالته الأولى في القرن العشرين لا تصلح لإنسانية القرن شنو؟ 21. انتهى. تاني المفروض لا يجينا قراي ولا يجينا ضعيف ولا ميت. بنفس فقه منه؟ فقه محمود ذاته. لكن يا جماعة الإسلام نزل ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وربنا هو الخلقنا فإذا يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. دين ربنا نزل من السماء ده هو اللي بيصلحنا، ما دين محمود محمد طه ولا دين القراي. والقراي أصلا هو منهج ومنهج محمود وهو من أشد الناس المتابعين لمحمود محمد طه زي ما قال الشيخ جزاه الله خير. لكن ربنا ابتلانا بهؤلاء. نحن واجبنا شنو؟ نحن ما حكومة، نحن ناس زيكم. نحن لو كنا حكومة كان واجبنا بيكون تاني، ما كان بنتكلم كثير ذات، كان بنسوي بس. لكن نحن زيكم، نحن ما حكومة ولا عندنا بمبر في الحكومة دي. طيب نحن واجبنا ويتو شنو ده اللي بيهمكم يا جماعة؟ خلاص. أما الحكومات دي ما الله بيسألها بعدين. إذا عملوا صح ربنا بيديهم خير، إذا عملوا غلط ربنا بيحاسبهم يوم القيامة. أما نحن كشعب أنا وإنتم واجبنا نوعي الناس ونكشف حالهم الناس دي. وده والله أقوى أسلوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أسلوب الحجة ده
قال والذي نفسي بيده إنما ترمونهم به لهو أشد عليهم من نطح النبل، أشد من السلاح. قال الحجج من القرآن والسنة اللي تكشف بها أعداء الله وترد بها على شبهاتهم وباطلهم، قال دي أقوى من السلاح ذاته عليهم. يعني لو جاء واحد ضربته بسلاح عديل وقع مات، ورديت على شبهه وانتهيت من دينه الباطل ده كله وعريته قدام الناس، دي أشد له من تقتل بسلاح. فده ده أقوى أسلوب، خلاص. فإن تبصروا الناس، والكلام ده ما دروا علم كثير زي كلام عمر ده، وروا الناس إنه ديل ناس نشروا الكفر، الجمهورين ديل والشيوعيين، ومنهجهم ده بيودي النار. الطفل الصغير ده ما دار له أدلة، ولدك ده من صغير بدأ يفهم، خلاص بدأ يفهم. قل له واحد اسمه القراي ده مجرم كبير وزود دجال وكذا والشيوعيين، وري من صغير ده خلاص بيحفظه تاني ما فكه. بالمناسبة لو لقى واحد ساي اسمه القراي ما داك ذاته ممكن ممكن يشاكله. فإن تمسكوا بس الدرب يا جماعة ما كفاكم، نحن مسافرين. لا 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 نحن ماشيين بعيد الله. هناك عمنا عمنا ورا أبان. جزاكم الله خير وربنا يتقبل إن شاء الله. يمكن حقيقة أن الكلام عن المنهج وكذا، فنحن يمكن في الولاية الشمالية وفي المنطقة دي بالذات، نحن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى نحن الأسر محافظة وأولياء الأمور إن شاء الله، يعني نحن أطفالنا في أمان طالما الأدب والأخلاق موجودة في بيوتنا. نحن مو زي القراي، أبو القراي لو قلت ما بيأخذ إن شاء الله. يعني أنا من الأخير على سؤال جديد، أستاذ على سؤال يا شيخ. نعم حديث المعامرة بالولد في الرشاة. نعم منكم مصر في إلى الآن يعني تفهم خلقه جزاك الله خير. في بعض الناس في الصلاة يعني الإمام يمكن الشيخ ده دي الإمام خلاص في نهاية، تلقي الإمام مثل من السجود ده تلقى قاعد من دون عذر، يعني هو ما مثل الإمام يوزن به بخليه للسرابة في السجود تلقى قاعد يعني متعمدة في الحتة دي. فمعلش يعني للمأموم ولا الإمام؟ يعني المأموم تلقى المأموم قاعد لسه إذا كان في السجود يتأخر يعني. سؤال أخير معلش، الإقامة الصلاة بمكبرات الصوت للإقامة والأداء الصلاة نفسه إن شاء الله. بالنسبة للتأخر بتاع المصلي وراء الإمام، يعني الإمام سجد تلقاه قاعد، الإمام قام من السجود فوق وهو تلقى شنو؟ ساجد. الإمام بيقول التشهد هو تلقى لسه ساجد. التأخر ده محرم، حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث. يعني شنو؟ يعني لو سجد طوال أنت تسجد، ما تسبغه، يعني ما تسجد قبله ده برضو حرام، ولا تسجد معه سوى سوى برضو حرام، ولا تتأخر عنه كثير برضو حرام. إنما الصحابة قالوا كنا لا نسجد حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد، ولا نجلس حتى نراه جلس، ولا نركع حتى كده. يعني أول ما الإمام مش مع قولة الله أكبر تقوم أنت تنزل، لا، مع سجوده. أول ما الإمام خدت جبهته في الوطن أنت طوالي تبدأ تنزل بسرعة ما تتأخر. لو تأخرت حرام، لو سويته حرام، لو سبغته حرام، وفي حالات كمان لو اتأخرت منه شديد صلاتك دي مالها فيها مشكلة. وكذلك إذا سبغت برضو الصلاة فيها مشكلة وقد تبطل عديد. فتنتبه، الإمام ركع أنت تركع، رفع أنت ترفع، سجد أنت تسجد، يعني تتابعه هو يعمل الحاجة قبليك وأنت تعمله وراه طوالي بسرعة ما بيتأخير، لكن لازم تعمله وراه وبسرعة. فده ده كده الصحيح. السؤال الثاني شنو؟ السؤال الثاني شنو يا استاذ؟ مكبرات الصوت. اي نعم، بالنسبه للاقامه والاذان والصلاه ما في حاجه، لانه ده امر يعني يساعد في اعلان الصلاه، والانسان بيعلم به، اذا اذن الاذان وسمع يعرف، واذا اقاموا الصلاه يعرف انه الصلاه اقاموها،
وإذا صلى بيعرف في الركعة الأولى في الثانية انتهى يعرف، ما في مشكلة. الصحيح إنه ما في مشكلة، حتى لو الصلاة نفسها بالميكروفون ما في مشكلة. أيوة. أحيانا انتابع الإنسان وسواس سيء حق الله سبحانه، وكيف يتخلص من هذا؟ نعم. الوسواس يا جماعة يتخلص منه الإنسان بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نمرة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نمرة اثنين ما تفكر فيه وتحاول توقف التفكير ده، يعني ما تمشي معه طوالي. أنا بقول لك من خلق الشمس، من خلق كذا، من خلق الله، بيوديك لكلام كثير. وإن كان هو حصوله أصلا صريح الإيمان، لكن كمان الاسترسال معه قد يخليك تكفر بالله. فتنتهي تقيف وتقول آمنت بالله ورسله، وتقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم كما جاء في السنة. فلما تقول الأذكار دي بيروح منك. نعم. أما إذا كان في الصلاة بيشغلك من الصلاة، تستعيذ أنت جوا الصلاة، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتدفل عن يسارك 3 مرات خفيفة كده زي ما جاء في الحديث. نعم. أول حاجة معلش نصيحة للشباب، بعض الشباب لما تقول يا أخي طبق السنة بيستهتر بالسنة، يعني ما بيحاول يطبق. نصيحة لهم كيف يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، الدعاة والإخوان الملتزمين بالسنة يحاولوا برضو يعني يوسعوا النشاط وأسلوب رائع كده للشباب، يعني واحد لما تقول لي أخذ سنة وما تمشي مع أهل الباطل يعني طوالي ما بيقبل الكلام. نصيحة لهم كده. والله شوف أهم شيء في الدعوة للشباب ولا الشياب إنك تعلمهم العقيدة أول حاجة قبل ما تعلمهم السنن، سواء كان السنن واجبة أو مستحبة. أول شيء تعلمهم شنو يا جماعة؟ العقيدة والتوحيد. إذا الإنسان قلبه صلح وعقيدته متينة بقت، بعد من السهل إنه يطبق لك السنن الثانية. باقي السنن سهل يطبقها، هو براه بيجي بيسألك بعد ذاك بيقول لك يا أخي ده كيف وده كيف، لأنه العقيدة تحرك خلاص بقى يتحرك. لكن من الخطأ إنه ما نكلمه في التوحيد والعقيدة ونقعد نكلمه في سنن يعني مستحبة أو سنن واجبة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل فليكن أول ما تدعو إليه إلى أن يوحد الله. نعم. عمنا هنا كان عنده سؤال. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزاء إخواني جايين من العاصمة خير الجزاء، جونا بالتوحيد وجونا متأخرين، وخير الشيء يجي متأخر ولا ما يجي كله. ونحن والله حس حضرنا كلام عن التوحيد عن المعاملات، ولكن بقينا نبكي على ناس فاتوا، كانوا مع الأشراف، كانوا مع بحر عثمان المرغني، كانوا مع مين وكانوا مع مين، يلا صيروا بشوف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن مد في أيامنا، أن يدينا أخيرا ناس يتحدثوا عن التوحيد. فإخوة الإيمان، أنا بدأ اليوم العلماء كتب، ولكن فيهم من يتبع، وفيهم من يدخل السياسة، وفيهم الآن إحنا في قضية البيرة. إيه رأيكم إذا في علماء مؤيدين ومعتبرين نفسهم علماء، معتبرين نفسهم علماء؟ سمعت أنا واحد بيتحدث من السعودية أنه يفنط لنا كتاب
الصف السادس اللي جايب لنا فيه أنجلي ماركل ولا منو يعني بيعلمنا، يقول انتوا ما فاهمين الكلام، ما فاهمين الكتاب ده، هل هذا نعتبره علامة؟ فأنا لا أدري إيه الخلاف الدابي في وسط العلماء، يعني كان عندنا علماء، عندنا ناس الإفتاء، عندنا حسا الاتحاد، اتحاد العلماء السوداني، عندنا مليون حاجة باسم العلماء، ولكن للأسف الشديد علمهم بنسمعه في الإذاعة لكن ما مرتاحين له، لكن لو جاونا ومسلين أمامنا كنا بنناقش أهلنا ديل يا أخوانا الشمالية دي خاصة منطقتنا مزمل ما غريب أكثر منطقة فيها تدين كان، ولكن في فترة من الفترات زي ما تذكروا عن القبر وعن زيارة المقابر وطعيد الجريد وما عارف تكب الحصى فوق الليلات وتبني القبر تبتوا الآية تمشي تغزوا في القبر، ده كله ما مفروض يحصل عندنا في الشمالية، خاصة لأنه نحن منبع الدين، نحن بنعتبر نفسنا يمكن أكثر ناس موحدين، ولكن في فترة من الفترات إحنا علماء ذاته هوسوا راسنا، طوائف كترت، ناس الدعوة ماشيين وجايين في كل مسجد، يعني حاجة تسمع مين وتخلي مين، لكن اليوم أصدقكم القول أنا عمري 72 سنة اليوم استفدت اليوم استفدت، أصبحت أبكي لوالدي وإخواني الذين سبقوني ربنا بيعفو إن شاء الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي هؤلاء المشايخ خير الجزاء، وأرجوكم أن توعدونا هذا الجمهور الملهوف المشتاق الفاتح خشمه يتنجوا ناس مزلم الفقير هؤلاء الناس دي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن، وأقول لكم أنتم في الوفد دائما الله والله إن إحنا قبل ما نشكركم أنتم مشكورين من عند الله، ربنا هداكم وأعطاكم هذا العلم، وأرى أنكم لستم ببخلاء بعلمكم، إنما بنسمع في الأشرطة مجمعات الجامعات في جوا السوق كل حديثكم بنسمعه، لكن مرات ما بنجمع، مرات ما بنجمع زي القعدة دي، أنا كل ما أسمعه في إذاعة ولا أسمعه في منتدى بتاع جامعة ولا في حديث في المقابر، أما نكون مباشرة الحديث مباشرة والنقاش مباشرة هذا هو الاستفادة، فأسألكم بالله لا تنسون أن تعودوا لنا ولو في السنة مرة لأنه أخوان الجيل الجايدة والله عايزينهم يكونوا يمشوا لربنا المضاف، يبطلوا السحر، يبطلوا مشي الفقراء، يا رب نجح ولدي الحبان اللي انتم بتقولوا لمنتشرة، أما حديثكم اليوم إن شاء الله الحضور دي كلهم هيكونوا إيه مسكوا الكلام ده زي ما قال الجاهلية شخص واحد شخص واحد أجرى في انت الله عزيز، ونحن في الختام نشكركم على جيدكم لي جزاك الله، وانتوا اولاد المنطقه كرروا الزيارات قبل ما نحن نلحق الله
جزاك الله. تعالوا لنا يا اخوانا اسعفوا الجيل الجديد ما دام حتى على مستوى الحكام ظهر الفساد وظهر الكتب اللي بتقولوها دي، فنحن دايرين واحد يشيلنا، نطلب من الله. لكن ازاي اكون غير المسبب لنشر هذا الجيل الجديد ان شاء الله؟ شكرا لكم مره ثانيه. جزاك الله. جزاك الله. وسامحوني انا عباس عبد الله محمد احمد اذا شويه كذا صوتي ارتفع يعني. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاه الله خير. موضوع العلماء يا جماعه، ربنا ما خلانا ساكت. ربنا بين لنا انه الاختلاف حيحصل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي اختلاف، حتى أكثر من اختلاف اليهود والنصارى، ودي مصيبة. لكن بين لنا الحل شنو. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الحل، وده كلام عمنا جزاه الله خير، الحل شنو؟ فعليكم بسنتي. ما قال عليكم بالحزب الفلاني، ولا قال عليكم بالجماعة الفلانية. كل زول صح دار يجي شنو؟ زي ما قال الشيخ دار يجي يسوقك معه. ليه؟ عشان يكبر كومه ينزل بك يفوز. دي خلاصة الموضوع. العلماء والناس والشيوخ والجماعات والأحزاب المختلفين دارين حاجة واحدة بس، دارين يأكلوا الدنيا دي. أما أنت لو دار الآخرة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. انتهى الموضوع. وإياكم محدثات الأمور. إذا مسكت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مسكت في القرآن والسنة، أنت نجيت يا جماعة. قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين أو شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما حتضل أبدا، ولا تسأل حتمشي مع من، ما تمشي مع أي زول ولا أي زول. لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله القرآن ده وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الناس الماتوا فاتوا، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى دي عمنا طولت العمر في طاعة الله وكل الحاضرين، ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الناس الماتوا أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرحم جميع المسلمين الموحدين. وبعد كلام عمنا ثاني أنا ما شايف ما في داعي للكلام، كلام ما بينزاد. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم أجمعين. أسمع ليش أنا والله مشيت كثير، وربنا يعلم انه ما لقيت ناس يعني يحبوا الدين والتوحيد يعني زيكم. فاذا كان في كلمه اخيره، زي ما انه ربنا جمعهم في هذا المسجد المبارك وداير تديهم كلمه يحافظوا على هذا التجمع ولا هذه وفق الكلمه اللي ربنا امرهم بالاعتصام بالكتاب والسنه عشان ما يتفرغوا، ودار تديهم كلمه عشان والله انا انبسطت جدا، مشيت لفيت كل الولايات ما لقيت نادي مثل هذا، وذيل عشيرتك الله يسلمهم يوم القيامه. فداير كلمه انه عشان ما يتفرقوا في بالذات في زمن الفتن، بس كلمه اخيره ما قلت ذلك الكلمه. ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تعتصموا بالكتاب وبسنه النبي عليه الصلاه والسلام، تتمسكوا بالتوحيد وبصلاتكم وتربيه اولادكم تربيه سليمه، ما بيجيكم عوجه. مش لو جاء الراي ولا جاء غيره زي ما قال الاستاذ. لو جو الشياطين تعين الدنيا ذل كله دار يهزوكم، ما يقدر يهزوكم إذا مسكتوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.